على غير العادة كانت جلسة مجلس النواب عقدت في الساعة يعني حسب جدول مجلس النواب في الساعة 4 عصرا على غير العادة في الساعة 11 صباحا. الكثير من الفقرات اليوم ستناقش في جلسة البرلمان، هناك بعض القوانين تم التصويت عليها، يعني مثلا التعديل القراءة الثانية للتعديل الثالث القانون من كلية الإمام الأعظم، وكذلك أيضا بخصوص القراءة الثانية توزيع الأراضي الزراعية لشركة نفط واسط، وكذلك أيضا الآن في التداول لقانون مجالس المحافظات المحلية، هذا الأمر سجال بين الكتل المستقلة السياسية وكذلك أيضا بين الكتل الإطار التنسيقي التي تريد تمرير القانون. قبل قليل كان هنالك مؤتمرا صحفيا في مجلس النواب طالبوا فيه النواب يعني كسر النصاب، ولكن النصاب لم يكسر لحد هذه اللحظة، يعني عندما كانت من المفترض حسب كلام النواب أن الجلسة من المفترض أن لا تعقد قانونيا، أي بمعنى الجلسة تعقد في نصف زائد واحد، العدد لم يكتمل نصف زائد واحد حتى تعقد جلسة مجلس النواب، ولكن يعني حسب الآراء السياسية يريدون تمرير قانون سانت ليغو بصيغته الحالية، ولكن هناك بعض الفقرات التي ستعدل على القانون، هذا ما يولد ربما احتجاج عارض في العاصمة بغداد. قد نشهد يوم غد احتجاج حسب كلام المحتجين بالقراءة الثانية لقانون سانت ليغو.